الثانية و33 دقيقة. مرحبا بكم من جديد رفقة أمينة في برنامج ما لذ وطاب، ورفقة الدكتور والباحث في علم التغذية دكتور محمد فايد. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله مزيان. 16 يوم اليوم النصف الثاني من رمضان. إيوا هذا هو يكون موضوعنا. ما سمعنا حتى واحد قتلوا الجوع ولا العطش، يعني تماما. ما علي المعجزة والناس مخلوعين وخايفين وسميتوا علي، وحتى دابا باقي 15 يوم يزيدوا الناس ينقصوا من الماكله، يزيدوا ينقصوا من الاكل. نعم. ونزيدوا كاع 6 ايام شوال، شنو المشكل؟ ويزيدوا 20 شوال، علاش ما يزيدوش 20؟ 6 هو المينيموم، 6 هو ادنى صيام. طيب هذا هو يكون موضوعنا، كيف كتحسوا براسكم من بعد هاد 15 يوم؟ اليوم 16 يوم. كنتمنى انه يتصلوا بنا الناس اللي يعني كان عندهم واحد نظام غذائي معين وخذاو شيء من النصائح ديال الدكتور فايد او كل النصائح، نشوفوا شنو تغير عندهم. تماما. وكذلك حتى بالنسبه للمرضى اللي بغى يتواصل معنا ويتصل بنا على 0522 36 10 36، 0522 36 10 36، عبر الاس ام اس 5566، باش نكونوا قراب او نقربوا الصوره اكثر للمستمع. الطبيعي كيفاش خص الناس دابا يحسوا من بعد 15 يوم؟ لا غادي يحسوا براسهم مزيان. علاش؟ لان تدوز هذيك الفتره الاولى اللي كيكون فيها الكلينس هو تنظيف الجسم او غسل الجسم، يعني بالفرنسيه ديتوكسيفيكاسيون. كدوز تمر هذا الاسبوع الاول كيحسوا الناس بالم الراس، يعني بعض الحريق، حاجه، انتفاخات، ضجر. من بعد هاد الخمس ايام ولا سبع ايام كدوز كيتعود الشخص على الصيام. دابا تعود على الصيام وغادي صعب عليه يرجع للاكل. دابا يعني الناس ملي بدا يقرب العيد كلهم كيبداو يندموا، كلهم كيبداو يتحسروا. يا حسرتان ما استفدناش من رمضان، مع الاسف. ولكن باقي 15 يوم، باقي الناس ممكن تحسن الحاله ديالهم الصحيه ان شاء الله. من جمله الرسائل اللي توصلنا بها، اما رسائل اللي توصلت بها انا شخصيا من عبر الاس ام اس او عبر الايميل وحتى عبر الواتساب والفايبر، ان الناس اللي اثار انتباهي وبعض الناس من الدار البيضاء كان عندهم شلل نصفي، وكان الناس عندهم امراض القلب والشرايين ما كانوش كيصوموا. منهم واحد السيد كانت عنده 7 سنوات ما صامش رمضان، وهذا رمضان هذا صام وهو كيحس براسو احسن. نعم. علاش؟ لان رمضان ما كيطبقش عليه الطب وما كيطبقش عليه العلم. رمضان معجزه ورمضان عباده، يعني ما كنقدروش نفسرو. ملي كنقولوا معجزه، معجزه خارقه للعاده، معجزه كتكون مخالفه للقانون الكوني، لا يمكن ان تفسر علميا. الناس باغيين يديروا اسقاطات علميه على رمضان وباغيين يردوا حمية. وايش رمضان؟ ليس حمية. رمضان ليس ايش، رمضان معجزه من الله سبحانه وتعالى. وهذه المعجزه ملي كنقولوا معجزه خصنا يعرفوا شنو هي، يعطيوها القيمه ديالها. المعجزه هو ان قلنا للناس الا صمتوا بالماء غادي نشوفوا بان غادي نصوموا احسن من لو كلتوا جوج طواجن في الليل. الا صاموا بالماء غادي يشوفوا المعجزه الصيام، غادي يصوموا احسن من لو كانوا كلوا جوج طواجن في الليل بكثير. وغادي الناس يقللوا الاكل قد ما قللوا الاكل قد ما يصوموا على احسن حال. نعم. يعني وهذا هو، هذا هو ما شاء الله. يعني علينا يعني دابا حيدت الخوف، حيد الخلعه، حيد المسائل. نعم. شكون المرضى اللي غيكونوا يحسوا دابا براسهم مزيان؟ غادي يكونوا الناس اللي عندهم هادو اللي عندهم امراض القلب والشرايين، هادو غادي يحسوا مزيان. علاش؟ لان الدم كيكون خفيف في الويد، الدم كيكون خفيف ملي كيكون الشخص صايم. غادي يكونوا النساء المرضعات والحوامل، غادي يلاحظوا المرضعه غتلاحظ بان الطفل غادي يولي احسن، الطفل غادي يولي احسن اللي كيرضع الحليب نقي نظيف ديال الام صائمه، غادي يلاحظ احسن. الناس اللي كيكونوا عندهم مشكل ديال على مستوى الجهاز الهضمي، الغازات والانتفاخات وسوء الهضم، ويعني حتى بعد اللي كيرجعوا الاكل وهذه المسائل هذه، غادي يلاحظوا على ان يعني ما عندهم حتى مشكل. كاينين بعض الرجال على الخصوص، يعني النساء كيلوحوا هذا الحصاد الكليه بسهوله، ولكن الرجال بعض المرات كتحصل ديك الحصاد الحصوه ملي كطيح كتحصل لهم في هذاك القناه اللي جاي للمتانه، كيحسوا بحريق. كاين اللي كيدير كريز، يعني كيحسوا بحريق، خصهم يمشيو للمستشفى ولا العياده ولا يراجعوا الطبيب يعني في اقرب وقت. علاش؟ باش على الاقل الطبيب غادي يتاكد، لان كيديروا غير الراديو عادي كيتاكد بان هذيك الحجره حاصله تما، كيشرب الماء مزيان وتعاود تهبط ان شاء الله غادا تنسوا. لكن بعض الرجال اللي غادي يكون عندهم اثر الدم، شرف الله وقدر المستمعين الكرام، اثر الدم في البول بعد يعني بعد هاد العشر ايام وهاد ال 15 يوم الاولى، هذا يعني على ان هذيك الحصوات يعني
تقلعوا من الكليه وتتبعوا واحد شويه الدم، لا باس ياخذوا انتيبيوتيك، لا باس ياخذوا مضاد يعني دواء، يمشي على الطبيب ياخذوا واحد 5 ايام ديال الانتيبيوتيك في الليل، ياخذوا غرام ولا جوج ديال لاموكسيسيلين ولا حاجه باش ما يكونش تعفنات فقط، وان شاء الله يزيدوا يشربوا الماء كثير. الاشخاص اللي غادي يكونوا يستافدوا كذلك اصحاب الكيست التكيسات، والنساء اللي عندهم الفيبروم في الوالده هادو غادي يكونوا حسوا بتحسن، لان الكيست اولا كيتنفخ واحد الشكاره ديال الماء، واخا نشد الماء الكيست شنو واحد، وهذا يعني كيس مائي كاولا كياخذ الحجم ديالو، ثانيا كيعمر بالماء، من العلاج ديالو شنو هو كيخوى من الماء وكيبقى داك الحجم ديالو كيخوى من الماء المرحله الاولى. المرحله الثانيه عاد ديك لونفولوب ديالو ديك الجلده تتمشي تدوب يعني خصها وقت طبعا. فملي كيعمر بالماء كيولي حريق، خصوص النساء اللي عندهم مثلا اللي كيست على مستوى المبيض غادي يحسوا بواحد الحريق في الجنب ديالهم اليمين ولا اليسار. الاشخاص اللي عندهم اللي كيست مثلا في الاعضاء الاخرى اللي كيحسوا بحريق من جملتهم حتى ليران، الناس اللي عندهم تكيسات على مشكله، والناس اللي عندهم تكيسات في الثدي ولا في الرحيم، عليهم تكيسات ممكن يكونوا حتى في المخ يعني جميع. وكاين الرجال اللي عندهم تكيسات على مستوى اما على مستوى الخصية او على مستوى الجهاز البولي. فهادو الكيس كيدير حريق، ملي كيحبس ملي كيخوى من الماء ما كيبقاش الحريق. يعني لا الاشخاص كانوا كيحسوا بالحريق وما بقاش هذاك الالم الحاد وما بقاش، هذا يعني على ان هاد لي كيست هادو بداو كيخواو من الماء ما بقاوش عامرين. وفي المرحله الثانيه غادي يذوبوا ان شاء الله الا عرفوا الناس يتعاملوا معاهم، لان اللي كيعمر الكيست هو اللحم، اللحوم كيعمروا لي كيست. دائما كنذكروا الناس اللحوم تعني الدجاج والديك الرومي والوز والغنم والبقر والماعز والسمان والحجل وكل هذه كلها يعني لحوم. اللي كنتكلموا على اللحوم كنتكلموا على كل اللحوم الحيوانيه يعني والدواجن كل الاشياء يعني ما عدا السمك، يعني السمك لا يشكل يعني اي خطر. هناك اشخاص الى صاموا هاد الاشخاص اللي كنتكلم عليهم هما الاشخاص اللي صاموا بالطريقه ديالنا، اللي صايمين بلا لحم وما كيتعشاوش في الليل وعندهم السحور والفطور وكياكلوا مواد نباتيه وتاكلوا طبخ المنزل وما عندهمش مشروبات غازيه وما عندهمش حلويات ومقليات في الاكل ديالهم اثناء شهر رمضان واللحوم. هادو هما اللي كنتكلم عليهم عندهم تحسن. اما الناس اللي كياكلوا اللحم في الليل واللي باقيين كيشربوا مشروبات غازيه واللي كانوا الحلويات والمقليات ما عندهمش تحسن، صايمين مجانا على مستوى الصحة ديالهم فقط، ما غاديش يحسوا بتحسن، وربما غادي القلق ديالهم يزيد، وربما غادي يعني حتى ذاك الآثار ديال الصيام ذاك الضعف ديال الجسم وهذاك الشيء غادي يحسوا بآلام الرأس والدوخة والدوران، وغادي يزيد غادي يزداد، وربما بعد الناس ديال السمنة غادي تزاد السمنة، وربما الناس اللي عندهم كوليسترول غادي تزاد الكوليسترول. نعم طيب كنتمنى الشفاء للجميع، اكيد انا رمضان رحمه لكاع الناس حتى المرضى منهم. غناخذوا اتصال ديال وفاء ونشوفوا. وفاء من مدينة الدار البيضاء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يبارك فيك. لينا اختي لاباس. الحمد لله. اولا مبروك عليك الزيادة. الله يبارك فيك. عليكم رمضان. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. عرفتي انا اليوم الفرحة ديالي على انني كنتكلم معك انت شخصيا ومع الدكتور الفايد. مرحبا. كفرحتي بصيامي. لا ماشي لهذيك الدرجة استغفر الله. تفضلي وفاء. فعلا انا تبعت هذاك النظام الغذائي اللي كيدوي عليه الدكتور الفايد. جميل. فعلا بديتو من الاول ديال رمضان وانا غدا بداك السيستم ديال ما كاينش الحريره، ما كاينش داك الشيء ديال الملاوي وداك الشيء ما كاينش. كناخذ ان سلطه في الاول، كندير سلطه باغي فاعل خضره، المهم كندير الحوت او لا شي حاجه، اللحوم حتى هي حيتها قليل كنديرها بعض المرات. وفي العشاء كناخذ عير لي فخوي انا وراجلي ووليداتي، ومن تما حتى نتا السحور كناخذوا عير اللبن مع صايب بحال صايكوك ولا الحسوار ولا شي حاجه. عرفتي وحاسين بواحد الصيام كيفاش داير ما نعاودش ليكم، زعما واحد الحاله صحيه حاسين بها الحمد لله والشكر لله. زعما اكيد غادي نتحسوا. شكرا دكتور. غير هذيك الصلاه، شوف هذيك الصلاه اللي كتعمل لي فاريي مزيانه جيده، تاكليها في الفطور مزيانه للمعده، غير ما تكونش فيها المايونيز وما يكون فيها والو، تكون خضر مقطعه بالملحه وشويه ديال الزيت العود داكشي العادي، صب عليها زيت زيتون. نعم زيت زيتون فقط ان شاء الله. المايونيز غنخسرها. نعم جيد. ايوا كنت نسولك واحد السؤال. الله يجازيك بخير. على قبل وليداتي نورمالمون ما كيبغوش الحليب، انا فرحتيني ملي قلتي راه الحليب راه ماشي مهم، لان ديما كنا نسمعوا لا خصهم ياخذوا الحليب، وانا كنبزز على الحليب كنبزز على الياغورت. ودابا هي كتبغي لي اتاي في الصباح وعصير ليمون، وكنقول واش فعلا خاص نعطيهم ليها زعما. نعم. ما كاينش مشكل جيد. انا غتفطر باتاي كل نهار. احسن فطور الاطفال هو الشاي والخبز مع زيت الزيتون.
احسن فطور، ولا زادوا واحد الكاس ديال العصير ولا الفواكه هني الطريه، بلاش العصير الفواكه، تعطيها فاكهه تفاحه اجاصه خوخه حاجه تاكلها في الفطور جيد ان شاء الله جيد. وفاء شكرا على اتصالك. العربي من سطات، السلام عليكم. السلام العربي من بن حمد الشاويه. مرحبا سيدي تفضل. السلام عليكم عواشر مبروكه. الله يبارك فيك اس العربي. الدكتور احتراماتي نعم سيدي. اهلا وسهلا مرحبا. اخويا انا كان بغيت عندي واحد شي حاجه بغيت نقولها لك دكتور، بانني انا كنت استعملت الاعشاب وهي الناس من الاعشاب. النهار اللي استعملت الاعشاب دكتور انا عندي جهاز هضمي هش. نعم. تحت الكوما. نعم. تحت الكوما. تحت الكوما دكتور، ودابا حاليا دابا حيت الحم. دابا تقريبا واحد 5 سنوات هذه حيت الحم نظام نباتي، ودابا حاليا الماكله ديالي الرسميه وهي اتاي بالمرددوش وبهذاك المعطرشه وبهذاك العشبه ديال الاتاي والمحراش وزيت العود. جيد. هذه هي الماكله ديالي وغادي دابا الخضر الفواكه القطانين الرز الخضر والفواكه المرقه ما كناكلها دكتور بصفه نهائيه. اللحوم حابسها بصفه نهائيه، ودابا كندير فواكه هذيك المشروبات الغازيه حابسه، وكنحس بتحسن الحمد لله. أكيد الحمد لله. ولكن الحاله اللي كناكد عليها وهي الناس من ديك الخلطات ديال العشابه. هذيك الخلطات ديال العشابه دكتور طيحتني في الكوما داوني ليرجونس. ماشي غير انت، علي ان هذاك السنتر ديال لانتوكسيكاز نون بوزون نون اونتي بوزون الرباط ديما حالات خطيره جايينهم، ويعني بعض المرات كيمشيو 20 حاله في الاسبوع اللي كلهم كتكون عندهم حالات خطيره، وخصوصا المشكل ديال لوران ولا رات، هاد الاعضاء هما اللي كياخذوا دي ليزيون كيمشيو كيطرطقوا لا اله الا الله. نعم. طيب اس ام اس على 5566 طبعا ثمن الاس ام اس 7 دراهم، يمكن لكم تسولوا دكتور فايد على هاد الاس ام اس. كيقول لك او كتقول انا السلام عليكم، انا كنفطر مزيان وما كنتعشاش وكنعس، كنوض مع الزوج ديال الصباح، كناكل اما سلطه فروي ولا شي حاجه، ولكن ما كنقدرش نعس من بعد عادي، كنحس براسي بحال الا ثقلت. نعم ماشي مشكل، لان الا نعست في الليل وفقت مع جوجونس هذيك الكميه ديال هذيك الوقت اللي نعست كافي، يعني ما تخافش جيد بالعكس جيد. يعني غير واحد نص ساعه ولا شنو اللي ما غاديش يجي النعاس، ولكن بعد غادي تنعس، يعني النوم غادي يكون بالعكس هو جيد، لان هذه الحاله هذه كتبين لنا على ان الجسم كيعمل ديتوكسيفيكاسيون، ان الجسم كيتخلص من السموم. هاد المرحله اللي كتمر منها هي مرحله اللي كنسميوها حنا لا فاز دو كريز، هاد المرحله عاديه في القضيه ديال الطب الطبيعي، هذيك الانتيغريتيف ميديسين هذه عاديه. بالعكس ما خصهاش تخلع، هي نقولوا لها ابشري، نقول لها ابشري جيد، وغادي هاد المرحله غادي تدوز. يعني عموما السحور واش خصنا ناكلوا نيت نشبعوا ولا غير شويه؟ اكل خفيف نباتي جيد، الناس اللي كيتحركوا ياكلوا ما كاينش مشكل، اللي كيتحركوا اللي كيخدموا في النهار واللي كيفيقوا مع 6 الصباح يمشيوا بني ولا يمشيوا يصبغوا الحداده والمسائل، كاين الناس اللي عندهم حرف ما غاديش يحبس الحانوت ديالو حتى يدوز رمضان، كاين الناس اللي دابا راه خدامين الفلاح حرام خدامين دابا، ماشي حنا غنتسناو حتى يدوز رمضان عاد نمشيو نفلحوا. هذا ما الناس دابا اللي هذا الشيء اللي كنقول انا، رمضان ما خصش الحركه توقف، وانا حتى الاوقات ديال الاداره خاصها تبقى مع 8 ونص، الناس يدخلوا مع 8 ونص وتبقى اوقات عاديه، باش ماشي ديك ولا ولينا دايرين رمضان بحال شي صخره كتجتمع على الصدور ديالنا، خاص الحركه تكون والعمل يكون، وانتم في الاذاعه يعني كتجيو مع الوقت ديالكم العادي، والاذاعه راه كتخدم 24 ساعه والناس خدامين عاديين ما كاين حتى مشكل، ما عرفتش انا هاد الناس اللي يعني خايفين من 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 من, من رمضان ما خصوش يخدم ولا ما كيقدرش يركز ولا كيضروا راسه ولا شيء، هذه اشياء خاطئه يعني ما اشياء خاطئه. طيب. هذا غير واحد كلمه يعني هذا انا دائما والناس كيعرفوا الدكتور فايد انه ما كيعطيش خلطات ولا وصفات، علاش؟ لان كاين الباحثين وكاين العشابه، يعني حنا باش نخرج باش نديروا واحد لا ديماركاسيون باش نوريو روسنا راه حنا باحثين ما كنعطيوش خلطات، علاش؟ نحن ادرى بهذه الخلطات ونحن اعلم بهذه الخلطات هذه، الا النظام الغذائي، علاش؟ النظام الغذائي ما كيضرش الناس، اللي كنوصفوا الناس نظام طبيعي ففيه كل شيء وكافي جدا الامراض باش تتراجع. هذا المشكل ديال الاعشاب، هذه المصيبه انا كنسميها مصيبه الاعشاب في المغرب، مصيبه الاعشاب، كاع الدول فيها اعشاب ولكن الدول ما كتاخذش الاعشاب بقوه. انا غناخذ برزتم تاع الجم السرطان،
ما كاينش هذا ليسبري، هذه العقليه ما كايناش في شي دوله. يعني الناس كاعهم في حتى الدول الاخرين كيديروا اعشاب على شكل شاي او شراب او يضيفهم لبعض الاشياء، وبعد ما يتاكدوا من العشبه ويقراوا عليها ويشوفوا الكميه ديالها والمتخصص ديالها والمسائل عاد كيديروا شي حاجه، ولكن ما كيديروش بنيات راه غادي ناخذوا هراس الحجر احنا غنتعالجوا من السرطان. هذه راه ما كايناش، راه غير وارده. وهاد المسائل الناس كيبغيو يعالجوا واحد المرض، كما قال السي العربي كيبغي يعالج واحد المرض كيصدق عن بحال دابا السي العربي شنو وقع عليه. السي العربي عنده الانتوكسيكاسيون، هو دي بعدا كان عنده تسمم ما كانش عارفه، الجهاز الهضمي ديالو دهش، غادي ياخذ الاعشاب قويه، هاد الاعشاب هادو غادي يمشي كوما، باينه غادي يمشي كوما كما كيقول هو. يعني الشهاده ديالو كما كيقول هو كيحضر الناس من يعني من الاعشاب، جزاه الله خيرا، لان يعني هو هاد الحاله ديالو بغى مشى كوما ولكن ما بغاش الناس يديروا بحاله. وهذا هو الايمان، هاد الشخص هذا عنده يعني نفسه زكيه وعنده يعني قلب طيب، ما بغاش الناس يعني يتاداو بهذا المشكل ديال الاعشاب. وكاين بعض المرات حتى المذيعين مثلا، انا سمعت مذيعين كثار كيخلطوا ما بين التغذيه والاعشاب والخلطات والوصفات، فهمتي؟ كاين اللي كيحسب بطاطا الحلوه عشبه، بطاطا الحلوه اكل خضره جيده ما تدخلش مع الاعشاب. كاين اللي حاسب دابا مثلا الحلبه وحب رشاد اعشاب، الحلبه وحب رشاد ماشي اعشاب، الحلبه وحب رشاد داخلين للنظام الغذائي، خاص الناس يتناولهم يوميا وبالكميه البسيطه. كاينين الناس دابا اللي بداو كيديروا ديستيلاسيون، كياخذوا الزيوت ديال النباتات وبداو كيعالجوا بها الناس، سموها لاروما ثيرابي لي زوي ليسونسيير. علاش؟ لان مركزين فيهم هذه الاشياء كلها تصرفات خاطئه وسلوك خاطئ. النظام الغذائي هو اقوى طريقه وانجح طريقه باش جميع الامراض تتراجع، لا السمنه ولا امراض القلب والشرايين ولا السرطانات ولا الهرمونات عند النساء ولا حتى البشره النساء. لا بغاو النساء البشره ديالهم تكون بشره فاتحه وجميله وفيها الدم وجوهم حمرين، الجوع الجوع هذه هي هذه هو السر. لا بغاو النساء يبقاو يعني الوجوه ديالهم مزيانين. واخا ناخذوا فتيحه من الولايات المتحده الامريكيه. فتيحه السلام عليكم. فتيحه كنظن انه قطع الخط. حد سعيد تيسال بنا مره اخرى. حسام ولا حسن؟ حسن، حسن من بنقرير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حسن مرحبا، تفضل شكون بوشرة. تحية لك، تحية لك قبل المكالمات، وتحية للدكتور اللي معك. مرحبا سي حسن، معك معك أمينة. سي حسن تفضل. نعم أمينة، أمينة تفضل. مرحبا. عفوا. نعم مرحبا، ماشي مشكل، تفضل. بارك الله فيك. نعم تحية للدكتور فايز. أهلا وسهلا، مرحبا. عندي واحد السؤال، الله يجازيكم بخير. تفضل تفضل. أنا عندي السكرية. نعم. وديما قبل رمضان ديما مريض، ديما طايح، ديما الحمد لله من نهار دخل رمضان نهار صمت بخير وعلى خير. الحمد لله. انما عندي واحد القضيه. نعم. عندي الانتفاخ في الكرش. نعم. وعندي حريق الماء، الله يجزيكم، شرف الله وحدكم. خير ان شاء الله، خير. نعم. هذا الانتفاخ تزوجت عليه جوج مرات. وخذيت الدواء وباقي هو هو. لا، واش انتفاخ في المعده ولا في الرجلين؟ لا في الكرش، في الكرش. في الكرش، انتفاخ البطن. ماشي خطير، انتفاخ ديال رجلين اللي خطير، اما ديال المعده ماشي خطير. ان شاء الله غنجاوبك، غنجاوبك استاذ. مرحبا بك سي حسن، تفضل دكتور فايد. نعم، هادو الحالات اللي ماشي غير هاد السيد هذا، كاين حالات كثيره هاد العام صامت، عندهم سكري وصامو، كاين حالات كثيره ديال الشلل النصفي صامو، كاين حالات كثيره ديال امراض القلب والشرايين صامو. يعني الحمد لله علينا ان الصدى ديال الاعلام الحمد لله يعني طيب، وان الناس يعني استافدوا، وانا قلت بان المنبر الاعلامي هو اقوى من المختبرات ديال البحث. انا دوزت 35 عام بحث في المختبر، ولكن 5 دقائق في الاعلام عطات اكثر من هاد 35 سنه. يعني انا الناس الحمد لله تبعوا هاد المسائل هذه، ولكن خاصها تكون علميه ومدققه وتكون من عند شخص ليس بياع شراي. كنقولها صراحه، فايد باحث وليس بياع شراي. فايد ما عندوش مقازات، فايد ما عندوش معشبات، فايد ما كيتقاضى حتى ريال، فايد ما كياخذ حتى ريال من لي سيدي ديالو، متنازل على الحقوق ديالو في لي سيدي اللي كيتباعوا في الدار البيضاء ولا في جميع المدن، ما كناخذ منهم والو باش المغاربه يعرفوا هذه الحقيقه هذه. وهاد المسائل الاشاعات راه عنده محال وعنده معشبه، وسيروا عدو راه في الرباط، راه في تماره، راه في فاس، راه في هذه، هذه كذب في كذب، هذا كذب. انا ما عندي حتى شي محل، كاين البحث العلمي وكاين الحقيقه العلميه كنوصلوها للناس والتجارب ديالنا. ان شاء الله بغينا هذا الوطن ان شاء الله يكون من يعني بهذا البلد الطيب يكون من احسن البلدان فيما يخص هذه المسائل. الا بقاو المغاربه غاديين على هذا الريتم، غاديين على هذه السرعه اللي كنسمعوا بها الان الشهادات ديال الناس، الا بقاو غاديين بهذا الوعي
المغرب ان شاء الله من دابا واحد 15 سنه ولا 20 سنه ان شاء الله غادي تراجع فيه الامراض باكثر من 60 و70% ان شاء الله وتعالى. وخصوص الناشئه الاطفال اللي غادي يتزادوا، هذاك الشيء علاش كنقولوا للنساء الحوامل صوموا، ونقولوا للنساء المرضعات صوموا، ونقولوا للنساء اللي حاملات ما ياكلوش المواد الصناعيه وما ياكلوش حلويات مقليه وما يطيبوش في الالومنيوم وما ياكلوش بلاستيك وما ياكلوش برا. نساء الحوامل ما ياخذوش الحديد كاع من الصيدليات وما ياخذوش الحديد من السبيطار وما يجلبوا ما والو، يطيبوا في ديورهم ويتحركوا، يطيبوا في ديورهم ويتحركوا. المراه خصها تحرك الا كانت حامله وتطيب في دارها، وكنظن غادا تردع ان شاء الله وغادي يكون عندنا واحد الولد ما غاديش يكلفنا كثير. اللي تزاد عندنا ولد اوتيست، واللي تزاد عندنا ولد تريزوميك، واللي تزاد عندنا شي 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 ولد فيه شي شي افه. هذا السيد عنده انتفاخ، نعم انتفاخ عادي، غادي يكون غير من الخط الخلط الاكل. علاش؟ لان الجهاز الهضمي ديال صحاب السكري كيكون جهاز هضمي هش، وخصهم ياكلوا بشويه، وخصهم ياكلوا اشياء طازجه ما طيباش بحال السلطات بحال الاشياء اللي كتكال خضراء هي قويه. خصهم ياكلوا النشويات بحال الشعير ولا القمح بالنخاله، القمح الدقيق الابيض ممنوع عليهم، والمقليات ممنوعه على مالين السكري، ويحيد اللحوم. هذا السي حسن من قرير يحيد اللحوم، الاشياء اللي قويه لصحاب السكري هما زيت الزيتون، الشعير، السمك والقطاني والخضر طبعا، والفواكه اللي ما كتضرش مالين السكري هي الهنديه، هي التفاح، هي البرتقال، هي الرمان. هذه اشياء لا تضر يعني اصحاب السكري. الاشياء اللي كيضروا اصحاب السكري هما العنب، هما البطيخ، هما الكرموس تين الشريحه، هما التمر والعسل. هذه اشياء كتضر اصحاب السكري، من الاحسن يعني يبتعدوا عليها. وكنظن ماشي غير سي حسن اللي صام بخير علي بالمناسبه، انا كنبغي نتكلم على المغرب، كيعجبني نتكلم على المناطق، على المغرب كيعجبني. يعني منطقه الرحمنة كانت منطقه الغنم ومنطقه الشعير، هذه المنطقة ديالنا كانت منطقة الشعير. يعني علاش؟ لأن الأرض ديالهم يعني أرض سخونة، هذيك الشعير تيجي مزيان، ملي كتصب الشتاء عندهم كيجي الشعير مزيان. وعندهم الغنم، يعني هما معروفين رحمنا عندهم الغنم، لأن ليلفاج إكستنسيف كان في هذه المنطقة هذه تقريبا من زمران، قلعة سراغنا رحمنا وخرجت يعني حتى يعني حتى لشيشاوة. هذه المنطقة هذه كلها كان فيها السرح. غير باش نقول سي حسن بأن الدكتور فايد الأصل ديالو من البقارة، والوالد ديالو رحماني ومو رحمانية، مو من ولاد حسون، وباه من البقارة، والبقارة راه بعاد على بن قرير غير بشي سميتو عليه. البقارة هما يعني الفخذة القوية في منطقة الرحامنة. شرفين. طيب بالنسبة لحرق البول اللي عنده؟ هذاك عادي، هذيك واحد الآثار ديال السكري، وربما غادي يكون غير من البرد، إما كيتوضى بالماء بارد، إما ما كيحضيش، يكون عرقان، إما شي حاجة. إلا كان حريق كيحس به شوية مزعج، خصو يراجع الطبيب باش ياخذ واحد المضاد. ولكن من الاثار عليا من المضاعفات ديال السكري هما هاد الالام، بعض المرات كيكون الام في العضلات، في المفاصل، حرق البول، هذه كلها اشياء تجي من يعني كمضاعفات ديال السكري. ماشي شي حاجه خايبه عليا ان شاء الله، وغدت يعني غدت تمشي. لا زاد النظام ديالو كان قوي في الطازج، يكون نباتي ويحيد لي دم، يحيد الشحمه. ملي كنتكلموا لصحاب السكري على اللحوم، عندهم السمك اللي مسموح به والبيض البلدي، السمك والبيض البلدي، الاشياء الاخرى غير مسموح بها، لا دجاج لا بيبي لا غلمي لا بقري لا معزي لا والو. الى علين الى كالوها مره في الشهر ما نظنش يكون مشكل، لان عندهم لحم الغنم جيد في رحامنا. الى كال مع لحم مره في 15 يوم، مره في 20 يوم ما ياثرش عليه، ولكن يوميا لا. نعم. اكرام من طنجه، السلام عليكم. اكرام. عليكم السلام. اول رمضان وانا كنتصفى. خير ان شاء الله الحمد لله، تفضلي. كنشكركم بزاف على الاستضافه الدكتور فايد. مرحبا. انا معجبين بزاف الدكتور فايد. خير ان شاء الله، مرحبا. الدكتور زعما شنو نقول لك، الله يجازيك بخير. انتم جزاك حسن بارك. خرجتينا من الظلمات ديال الجهل ديال التغطيه الى النور. خير ان شاء الله. انا ثلاث سنين دابا وانا كنتبع معاك، الحمد لله دابا الحمد لله في الصحه ديالي مزيان. انا عندي كوليسترول. نعم. ولكن الكوليسترول ديال الريجيم. نعم. دابا الله يجازيك بخير، كنبغي نسقسيك على واحد الحاجه. كنتي كتاخذي حبوب منع الحمل؟ لا. نعم. كنتي كتاخذي حبوب منع الحمل؟ لا لا عمر ما لا لا. نعم. حيت النساء ما كينتبهوش لهذا القضيه. البلدي؟ نعم تفضل. الدجاج البلدي واش صالح لي الانسان اللي مريض بالكوليسترول؟ ما كاينش مشكل، البيض البلدي ما كاينش مشكل. الدجاج البلدي؟ السمك والبيض البلدي، الدجاج البلدي الا كلتيه مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم ما يدير لك والو، يعني ما كاينش مشكل. ولكن يوميا لا. والكوليسترول دابا ما بقاش قضيه اللحوم. الكوليسترول ولا من الفيزيولوجيا، ولا خلال في الجسم، خلال في الكبد. يعني خصك تحاولي ما امكن ديري هذا الكلينس الجسم ديالك، راك قلتي مزيان، ولكن تزيدي تجتهدي تاكلي الاشياء الطازجه، وتكثري من الفروي من الفواكه،
الاشياء الطازجه بحال الخضر اللي كتكال طازجه بحال البصل بحال الفجل بحال الخيار بحال الفقوس بحال هذوك الهنديبه لي زونديف بحال الخس الاشياء اللي كتكال خضراء كلها جيده للناس اللي عندهم الكوليسترول ويكثروا من الفواكه يكثروا من الفواكه لان الفواكه حتى هي كتهبط الكوليسترول وخاص الخبز ديالك يكون بالنخاله يعني الشعير والخبز بالنخاله النخاله كتهبط الكوليسترول نعم طيب يعني شاب تيقول لك فيه مالادي مالادي دو كرون تيقول لك شنو غادي يدير لهذا المرض هذا وشنو علاقته بالصيام عنده كرون نعم غادي يصوم علاش علاقته بالصيام غادي يصوم كرون مالين كرون يصوم ممكن يصوم عادي يصوم عادي ما عندوش مشكل مرض كرون هذا ليسير دو كرون هو واحد النيكروز واحد المصران كي التهاب مش التهاب هذوك اللي التنايا ديال المصران كيتكرطوا كتبقى غير ديك الجليده ديال المصران شاده وكيولي عندهم حريق وكيولي عندهم دي دياري ما شاء الله ولا عندهم اسهالات وهذا كرون كيبقى تابع المصران كياكل فيه كيبقى تابع المصران كياكل فيه حتى يوصلوا للمعده نعم كياكل المصران الغليظ والمصران الرقيق يعني كيبقى تابعه ياكل فيه حتى تطلع حتى المعده تيكملوا فهادو اولا خصهم يحيدوا المواد الصناعيه ممنوع عليهم مالين كرون ممنوع عليهم المواد الصناعيه المشروبات الغازيه والحلويات والنقليات البسكويتات المسائل الشوكولاته وهادشي هذا النقانيق والفروماج المسائل الصناعيه ممنوعه على مالين كرون خصهم طبخ المنزل بزيت الزيتون في الطين وياكلوا الطبخ اللي كياخذ وقت طويل وحتى هما عندهم هاد القضيه ديال الطازج يعني الخضر الطازجه والفواكه جيده لهم هادو مالين كرون وما ينساوش عامل زيت الزيتون خصوص في العشيه الا خداو واحد خبز الشعير مع زيت الزيتون ولا حسود الشعير بزيت الزيتون ولا يشربوا جوج ملعقة زيت الزيتون جيد زيت الزيتون هادو العش لان زيت الزيتون اونتي انفلاماتوار بالنسبه لهذيك المنطقه الملتهبه زيت الزيتون كيضمضها كيبردها شويه ما كيبقاش هذوك الحريق وهذوك الالتهابات يعني فقط يعني الا كان النظام ديالهم طبيعي هذو الا كان النظام ديالهم طبيعي صافي فقط الهنديه هذا التين الشوكي الهنديه ما خصهمش ياكلوها صينه اللي عندهم الار سي اش اللي عندهم القولون العصبي ولا عندهم كرون ما ياكلوش الهنديه صينه نزيد ناكد خاصهم يدوزوها في باسوار خاصهم يطحنوها في باسوار يطحنوها في الطحانه ويدوزوها في باسوار باش يحيدوا منها الحصى هذاك الحصى ديال الهنديه لانه كيجرح المصران كيزيد يجرح وكيولي عندهم الدم يعني ياكلوا يشربوا العصير ديال الهنديه ما ياكلوش الهنديه صينه طيب ناخذوا اتصال اخر او ناخذوا نقراو اس ام اس اخر على رقم 5566 كيقول لك اس ام اس الله يخليك انا عندي سكر بغيت نعرف واش نقدر ناكل هنديه نعم وشنو هي الفواكه اللي مزيانه ياكل ثلاثه ياكل ثلاثه وربع وخمسه وسته الهنديات ولكن ما ياكلش معها سكريات اخرى الهنديه ما عندهاش مشكل بالنسبه للمالي لا تشكل اي خطر لان كان وقعت واحد المشكل كنت قلتها على الاذاعات اخرين في هذه شي ست سنين اذاعات اخرين كنت قلت فيهم في واحد البرنامج الصباحي كنت تكلمت على ان الهنديه ما كتضرش مالين السكر وكانوا سمعوها شي وحدين اول مره كيسمعوا الخبر ويعني شي وحدين بداو يغوتوا كان شي وحدين صيفطوا لي بعض الرأي السائل يعني ما زيناش خايبه كيف ما كان الحال ولكن في الاخير هاد الناس هذو قلنا لهم حنا عندنا علم ثابت حنا ماشي ناقلين من الانترنت ولا كنسمعوا على الشبع حنا عندنا علم ثابت ان الهنديه ما كتضرش مالين السكر في حدود 3 4 5 6 الحبات ما كتضرش مالين السكر ليس هناك مشكل غير ما خصهاش تكون مع سكريات اخرى لان كاين الناس اللي كياخذوها مع سكريات اخرى ما كينتابهوش فخاصها تكون يعني الشخص اولا ما ياخذهاش على معده فارغه خاصو ياكل معها شي حاجه اما خبز بالنخاله اما حسود الشعير اما اي حاجه اما فاكهه اخرى ياكل الخوخ ولا التفاح ولا شي حاجه قبل منها ثم عليين ممكن ياخذ 3 4 5 الحبات ما يضروش مالين السكر ما نظنش شنو الفواكه الاخرى اللي تقدروا ياخذوها مالين السكر قلنا الرمان التفاح البرتقال التين الشوكي هذه الهنديه هادو كلهم فواكه ممكن ياكلوهم صحاب السكر ما عندهمش مشكل بالنسبه للخضر مالين السكر عندهم غير جزر فقط خيزو فقط وحتى البطاطا الروميه ماشي تهلي والخضر الجيده اللي مالين السكر الخضر القويه هي الخرشوف هي الملوخيه هذه الباميه هي بطاطا الحلوه هي بطاطا القصبيه نزيد ناكد بطاطا الحلوه رانا ما غلطش بطاطا الحلوه احسن خضره لمالين السكر ما كنقولوش خلطه باش يتعالجوا هذه كنقولوا غير الاكل ديال مالين السكر حيت كاينين شي ناس مشاو شدوا بطاطا الحلوه بداو كيطحنوا فيها ويشربوا فيها وتيقول لك السكر ما طاحش حنا ما كنعطيوش خلطات هذا غير النظام الغذائي ديال مالين السكر لائحه الخضر اللي قويه قلنا هي الخرشوف هي الزيتون الزيتون اللي ما مرقدش بالصودا الزيتون المر طبيعي الخرشوف الزيتون هي الباميه هذه الملوخيه هي اللفت المحفوره هي اللفت الصفر
هي هذه البطاطا الحلوة، بطاطا القصبية كذلك، البسباس ما كانش مشكل، القرعة الحمراء، يعني هذو كلهم خضار جيدين يعني المالين السكر. ويعني في فصل الربيع مثلا هذيك الليزيرب، هذو الأوراق الخضراء ما كتضرش مالين السكر، بحال الخبيزة، الحريقة، السلق، الحميضة، هذه كلها أشياء جيدة. السكوم، السكوم جيد مالين السكر، يعني قوي جدا، لأن يعني السكوم فيه حمض الفوليك، وحمض الفوليك كنعرفوا بأنه هو اللي كيسهل استقلاب ديال السكريات، كيخرج الطاقة من السكريات، هذه يعني حمض الفوليك. فهذه كلها أشياء جيدة. وبالنسبة للنشويات، الشعير أحسن من القمح، ولا يكون القمح كامل بالنخالة، هذا هو جيد. ثم الطبخ ديال مالين السكر خصو يكون طبخ مغربي عريق بزيت زيتون بالمرق، ما يكونش مقلي، وما يكونش فيه يعني أشياء سريعة بحال الكوكوت، يعني الأشياء اللي كتطيب في الكوكوت هذه ما مزياناش المالين السكر، لأن عندهم جهاز الهضمي ديالهم هش، خاصهم الطياب ديال الطاجين ولا الطياب ديال الطنجرة عادية ديال النحاس ولا ديال لينوكس، ماشي مشكل، الطياب اللي كياخد وقت طويل. نعم. طيب سؤال آخر تيقول لك، ما هي فوائد الصيام بالنسبة لأصحاب سكري؟ قلناه دابا. نعم، عنده فوائد، خصوص السكري الثاني، السكري من النوع الثاني. واكثر من ذلك، الناس اللي عندهم سكري وعندهم مضاعفات، اللي عندهم مثلا سكري، اجتماع السكري بارتفاع الضغط، واللي بداوا المضاعفات، هاد الناس هادو غادي يحسوا بتحسن يعني جيد، لان كاينين ناس كيصوموا غير الناس يعرفوا، هادو اللي عندهم السكري يعرفوا بانهم غادي يتعودوا على الصيام، راه غادي يبقاو يصوموا ديما الى تعودوا. ولكن كاين الناس خايفين من الصيام، ما قادينش يصوم، يقول لك لا انا غادي يطيح لي السكر، انا غنطيح، ما غاديش تموت، يكون هاني، لان الصيام معجزه، ولان الصيام عباده، وان الله سبحانه وتعالى لا يهلك الناس بالعباده، غير الناس يرتاحوا يعني. ومع ذلك يراقب صحته، ماشي حتى ثاني غادي يتهور يمشي يبدا يصوم بواحد الطريقه عشوائيه، لا، غير هادو اللي عندهم السكري خصهم يتصحروا، تكلمنا عليها يعني قبل رمضان، خصهم يتصحروا، خصهم يتصحروا بنشويات بحال الخبز وزيت الزيتون، وياخذوا اللوز والقرقع اللي ما عندهمش حساوي الحساسيه بحال سلو، ياكلوه مع السحور جيد، وياكلوا شويه الهنديه، جوج حبات ولا ثلاثه الهنديه مع السحور جيده، ياكلوا كاس ديال البلبل، غير مسموح بالحليب، غير مسموح بالاجبان، باش نوضحوا، لان الحليب كنصفيه وكنحيدوا منه الزبده، هذا اللبن، اللبن حيت كنحيدوا منه الزبده، واللبن الا كان رايب في الدار بلدي ما كيكونش فيه كوليسترول. نعم. يعني باش نوضحوا للناس، لان البكتيريا اللبنيه كتانيبي هذه، كدير تطبيط، كتشد الكوليسترول، ما كتخليهش نشيط. نعم. سؤال اخر او اس ام اس يقول لك السلام عليكم، الحمد لله متبعه طريقه الدكتور الله يكثر خيره، كنفطر ثلاثه ديال التمرات وكاس ديال الماء، زلافه ديال الصوبه وكاس ديال الحليب ديال الرايب، ما كنعطش وما كنتعشاش، والسحور تشيشه البندق باللبن. هائل 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 هائل، هذا احسن نظام غذائي. شنو هي تشيشه البندق؟ هي التشيشه، هي التلبينه، بحال التلبينه، التشيشه هي البلبله ديال الشعير كتبقى. لا ديال البندق. البندق، البندق هو الشعير الخضر، وهذا هو الشعير الخضر المرمز، بحال المنطقه ديال تافوغالت ديال البركان تيسميوه المرمز، حنا في الشاويه هنا في الدار البيضاء كنقولوا البندق. هذا الشعير ملي كيتمر، ملي كيتمر كيكون باقي خضر، كيتمر كيحمصوه في الفراح وكيطحنوه، كيصيبوا منه الزميته، هذه اللي رقيقه كنسميوها الزميته، كتخلط باللبن كتكال، وكاينه البلبوله حتى هي، البلبوله ديالو حتى هي كيرطبوها مع اللبن وكياكلوها، ولا كيزيدوا معها زيت الزيتون ولا زيت ارغان، ولا كيديروها في الكسكاس، ولا عليه استعمالات كثيره. المهم هذا احسن نظام لهاد السيده هذه، هذا نظام قوي، لان البندق فيه الحديد، يعني فيه الحديد، تركيز الحديد مرتفع، وفيه البيتا جليكان، هو جيد حتى للمالين السكر، جيد للنساء على الخصوص، هذا البندق مزيان للنساء. ناخذ هدى من فرنسا. السلام عليكم. السلام، تحيه ليك وتحيه للدكتور. مرحبا بك هدى، علينا وعليك، شكرا. بالنسبه للدكتور، بالنسبه لالتهاب الغده الدرقيه اللي تسمى بالتيرويديس، يعني بالنسبه لرمضان ولا من غير رمضان، شنو هي زعما التغذيه اللي ضروريه، وشنو الحاجه اللي يمكن نتفاداها؟ ماشي في رمضان، يعني نظام ماشي في رمضان، يعني الشهور كلها الصيام بالعكس يعني كتحسن الغده الدرقيه، علاش؟ لان تاثير الصيام على الهرمونات ديال الجسم كلهم، والغده الدرقيه هي من الغدد الصماء، لان الهرمونات ديالها كيمشيو للدم مباشره، هذه التيتروي مع التي اس اش، هادو الهرمونات اللي كانوا مزيانين، هاد السيده اللي كانوا تحليلات الهرمونات ديالها مزيانين، صافيره، ما عندها حتى مشكل، حتى ولو ظهر عندها ورم في الغده الدرقيه ما تخلعش، ما تخافش. اللي خاصها تجنب منه هما البلاستيك، هما الزيوت الصناعيه والمارغرينات والشحوم الحيوانيه، هادو ممنوعين على هاد الناس هادو. وإذا كان عندها الغده الدرقيه فيها شويه خلل يعني باين، تاخذ اقراص سيلينيوم،
من فرنسا عندكم قرا السيلينيوم فرنسا وتاخذ بعض الطحالب البحريه بحال سبيرولين ولا الكلوريلا الكلوريلا ولا سبيرولين كيتباعوا في فرنسا هادو موجودين وتاخذ بعض الكبسولات ديال الاوميغا 3 حمض الاوميغا 3 ها الاوميغا 3 هادو كلهم جيدين وتاكل الاشياء الخضراء الاشياء اللي عندها لون اخضر لان فيها الفيتامين ك لان الفيتامين ك بالنسبه للغده الدرقيه هي اللي كتخلي اليود يتمتص بسرعه فقط جيد طيب هناك أسئلة على مجموعة من المنتوجات نعم فوالا قال لك شنو رأي الدكتور في الفلون قال لك الهضره ديال المغاربه جيد جميل جميل جدا قال لك الفلون جيد والفلون احسن من الاشياء الاخرى علاش لان تنشريوا هذيك الساشي المجمد نعم والمجمد مستخرج هذاك المجمد مستخرج من طحالب بحريه من ليزالك ولاكاراكار وهذاك لاكاراكار عنده فورس 5 يعني القوة الخامسة مش القوة الأولى لأن القوة الأولى تتجمد تجميد يعني قوي جدا من هذا هو اللي كنخدموا به احنا في المختبرات كنجمدوا به الأوساط الغذائية ديال الجراثيم وهو يعني عندنا في المغرب المعامل ديال لاكاراكار نحن نصدر هذا لاكاراكار كنصدروا لاكاراكار نحن منتجين كبار ديال لاكاراكار مع الأسف المغاربة ما كيعرفوش كاع شنو هو هذا لاكاراكار فهاد هذا لاكاراكار هو مجمد نباتي طبيعي يستخرج من الطحالب هو أحسن من الجيلاتين يعني الحيوانية لأنها حرام لأن إما من حيوانات غير مذبوحة أو من خنزير الجيلاتين تكلمنا على اللي موجودة في السوق الآن جيلاتين حرام باش من الناس ما يبقاوش يتفلسفوا يبقاو يقلبوا على سميتو وحنا ما كنقبلوش حتى الأدوية المعلبة في الجيلاتين لأن بعض العلماء في مصر قالوا بيدخلوها في فقه الاستحالة وأنا كنقول لا تدخلوا في فقه الاستحالة وهي حرام باش نكونوا واضحين لأن الاستحالة تعني أن الشيء تحول من مادة إلى مادة بحال ملي كنحرقوا العضو ما كتولي رماد هذه استحالة أما الجيلاتين اللي كيعلبوا فيها الأدوية هي مازال جيلاتين هي ما كاين لا استحالة ولا والو بقى جيلاتين غير كتصبغ بالأحمر ولا بالأزرق فقط خصنا الفقهاء يعاودوا يعني يعاودوا النظر في هذه الفتوى ديال قال لك شنو رأيك في الريب اللي كيتباع غير هو المشكل ديال الفلون ماشي المجمد هو اللي مشكل بالعكس هو المجمد طبيعي وجيد المشكل في الحليب لان الحليب ديال دابا هو حليب الاعلاف وليس حليب النبات هذا المراعي يعني خاص الناس يتفقهوا بحال هاد الناس اللي كيصايبوا الكثير من الحليب ديال الاعلاف راه غيهلكوا روسهم فطر الهندي دايرين فيه الحليب مصنع ديال غيهلكوا روسهم خاص الناس شويه يعرفوا شنو هي النصيحه وشنو العلم هذاك الشيء اللي كنقول انا العلم علم والجهل جهل وهاد المسائل حنا كنوريوها للناس بعلم ما نقدروش نخليو الناس يبقاو خاطئين وبالنسبه للريب اللي كيتبع عند في من الاحسن الناس يتجنبوه نعم اللي صايب الريب في داره بلدي ويكون عنده بقره جيده مع الفاش نعم بحال الناس اللي في البوادي لان المستمعين ديالنا كاينين ثاني في البوادي احنا ما عندناش على الدار البيضاء فالناس اللي عندهم ابقار واللي اي حليب ماشي غير حليب البقر حتى حليب الغنم وحليب الماعز وحليب الابل اللي يقدر يصاوب بهم الريب في داره ولا يصايب بهم اللبن جيد جيد اللي ما قدر شاي الاشياء الاخرى لا اتكلم عليها باش ما نخلطوش طيب هذا ديال الريب ديال الزنقه يعني تيصوبوه من الحليب اللي كيجي من الباديه كيصيبوه من الحليب مبسط لا ماشي من الباديه الحليب اللي كيجي من الباديه دابا راه حليب العلف انا كنتكلم على الباديه اللي عنده بقره واحده ديالو فهمتي ربما تاكل تبان ولا حاجه فراج ولا تكون ربيع ولا شيء اما اللي عنده 70 بقره و 80 راه كيعطيها اعلاف مركزه وكيعطيها اشياء اخرى باش الحليب يتزاد وعلي الله اعلم شنو كيدير هو في الغش ديالو بعدا قال لك كذلك شنو القول ديال الدكتور في البريسه ديال الخبز بريسان شتو الخبز ونعمرو بشي حاجه وكنبروسيو في ديك الاله ديال الضو صحيه ماشي صحيه لا بريسا ما عندها شي تاثير على التركيب الكيماوي ديال الخبز ما عندناش مشكل من العكس كانوا الناس خاصهم يسولوا على عجانه على العجانه اللي ولات عند ديار العيالات في الدار هذيك العجانه خاصهم يزولوها سمرميوها لان هذيك ما كتعجنش الخبز لان ما كتعجنش الخبز هذيك نعم طيب الخميره ديال الخبز قالك اللي كتباع على برا خميرة عادية العالم كله خدام بها هذيك لا لوفير بولونجير وهذيك لا لوفير بولونجير البيكر زيست هاد البيكر زيست هي مغيرة وراثيا في الدول كلها الا شي دولة قالت عندي الخميرة غير مغيرة وراثيا كتبت ماشي غير المغرب ماشي غير المغرب جميع الدول على سطح الارض عندهم البيكر زيست هذه الخميرة ديال الخبز هي مغيرة وراثيا ترانزينيك احنا عارفين لي سوش منين جايين وجميع الصناع في العالم كلهم عندهم خميرة مغيرة وراثيا وكيفاش هي مزيانة وهي مغيرة وراثيا لا ماشي مزيانة انا ما قلتش مزيانة ما قلتش مزيانة هي كيخمروا بها الناس انا كتنفخ الخبز بسرعة اش غندير لعيالات انا العيالات باغيين يخمروا الخبز 15 دقيقة فهمتي ولا؟ علاش هو ممكن يخمر بلا بها؟ علينا كاين الخميره البلديه عندنا الخميره التقليديه علينا النساء ما غنعلموش يشقى الله يجازيك بخير حنا كنتكلموا على العلم هذه الخميره هذه الخميره الصناعيه البيكر زياس هذه حنا الان دابا في علم التغذيه ماشي غير انا علينا انا من جو
جملة العلماء الصف ديال العلماء اللي نكرفضوها رافضينها الصف ديال العلماء رافضينها ما كاينش ثم سؤال على المطيشات ديال الحك اللي كدير في الحريرة صلصة الطماطم ما كاينش فرق بينها وبين طماطم طرية ما كاينش فرق كبير فيما يخص علاش لأن المكونات ديال الطماطم ما كيأثرش على التصبير بحال ليكوبين ماده اللايكوبين تتبقى في الطماطم يعني لا مجففه ولا صلصه يعني هذه عجين طماطم ولا عصير طماطم كاين في امريكا كيشربوا عصير طماطم كيشربوا عصير هذه يعني الصناعه ما كتاثرش على التركيب الكيماوي للطماطم الصلصه ولا الطماطم يعني ما كاينش مشكل ما غير يعني الصناع ما يكونوش زايدين ملون باش تولي حمراء ما نظنش يزيدوا لان عاليين الصلصه دابا في المغرب الصناع ديال الصلصه عاليين كيف ما كان الحال ما عندهمش صناعه معقده الصلصه شنو كيديروا كييفابوريو الماء وديك الصلصه كيديروها في الحكه كيستيريليزيو فقط ما عندهمش ما عندناش مشكل غير هاد الصلصه هذه الا كانوا الصناع حنا نعطيوهم يعني معلومه مجانيه فهمتي غير يدعوا معنا الصناع ديال الصلصه في المغرب يبقاو يزيدوا معاه واحد شويه ديال زيت الزيتون فقط بقاو يزيدوا معاه واحد شويه ديال زيت الزيتون علاش انا ما كيخليهاش تقصح بزاف وما كيخليهاش تاكسد تولي يعني شويه اللون ديالها شويه متاكسد وهذه هاد الخلطه ديال الصلصه بزيت الزيتون غادي تكون هائله علاش لان ملي غادي يخدموا بها العيالات غادي تعطي احسن نكهه احسن وبالعكس انا كنفضل يعني انا بعض المرات كنصل نفضل طماطم مسحوقه على شكل بودره عندنا معمل في الشمال كيصنعها ولكن كتصدر كلها ولكن الا كان هاد الصناع تاهما يفكروا في هاد البودره ديال الطماطم يعني طماطم مجففه يعني مسحوق طماطم ومسحوق طماطم ممكن نعملوا منه غير قدر ضئيل ولا عندنا مسحوق طماطم ما غاديش نحتاجوا فيه معاه المضافات الغذائيه ولا المحفظات ولا شي حاجه طيب سلام قال لك في اس ام اس دائما على الرقم 5566 وكنذكروا ثمن الاس ام اس 6 دراهم قال لك واش نعطي لبنتي السن ديالها 8 شهور اللحم في الصوبه وياغورت والفرماج وشنو هي الماكلة اللي نعطيها لها وتنفعها يعني ما عرفتش هاد السيدة بغات البنت تولي تعجن دغيا ولا بغات تسوق الطوموبيل ولا ما عرفتش عرفتش انا علاش العيالات باغيين يعلفوا ولادهم سبحان الله يعني سبحان الله يعني داك الغريزه ديال الاكل اللي عند الام ما شافتش ولدها غليظ ما تدرسهاش لا هذا هو المصيبه هذه هي المصيبه عند العيالات هي تظل تشوف هاد الدري خصو يطول دغيا وخصو يولي يبدل البوطه وخصو يولي يتسخروا يعني الطفل راه كيمشي باطوار والكارثه الكبرى اللي تنبهنا لها واللي قلناها الناس في 1996 قلنا لي ما تشريوش الاطفال اللعاب اكثر من العمر ديالهم يا عباد الله ما تشريوش الاطفال البازل ما تشريوش الاطفال لي ليغو غادي نتعقدوا ولادكم لا اله الا الله لان الطفل من اللي ما كيعرفش البازل كيسلم بانه مثالي ما حشمت نقول ديك الكلمه بالدارجه ما بغيتش نقولها لان انا كنحترم المستمع الكريم وخصو يسمع كلام نظيف كلام نقي هذا الطفل هذا كيولي يسلم من اللي ما كيعرفش البازل ما كيعرفش يخرج داك البازل يلاقي ديك الصوره ولا داك الشكل هو كيولي يسلم بان عقله متخلف بانه مجمك كما نقولوا حنا بالدارجه ديالنا هذه خطيره جدا ثم اللعبه اللي كيكون مقيدين على الصينيين هما اللي رائدين في اللعاب ديال الاطفال يعني كيف ما كان الحال اللعاب ديال فرنسا وديال بريطانيا قلال عندنا في المغرب ملي كتكون اللعبه مكتوب عليها عامين خصهم يشريوها للطفل ديال عامين ملي تكون مكتوب على 6 سنين ما يشريوهاش للطفل ديال عامين لان ما غاديش يعرف يلعب بها وغادي يتعقد الطفل غادي يتعقد هذا هو المشكل هذه السيده هذه البنت عندها 8 شهور باقا كترضع هاد الطفلة هادي إلا ما قدتهاش تشري لها حليب صيدلية لأن على الأقل حليب مضمون ما عندنا كنديرو لأن ما تقدرش تعطيها حليب بقر دابا الكازين ديال البقر ما تقدرش على هاد البنية ديال 8 شهور الأشياء المسموح بها لهاد البنية هادي هي كل شيء إلا القمح واللحم كل شيء إلا القمح واللحوم كل شيء مسموح به تعطيها الفواكه بكثره تعطيها الخضار تعطيها زيت الزيتون تعطيها عسل تعطيها تمر تعطيها كلش ما عندهاش مشكل مع البنيه يكون نظام نباتي ولكن القمح لا ما تعطيهاش القمح تعطيها الرز ماشي مشكل القمح حتى 14 شهر يعني تفوت عام تفوت 12 شهر الا بغا تعطيها القمح لان يعني القمح المشكل حتى القمح حتى هو ترانسجينيك دابا حتى هو مغير وراثيا والقمح الجلوتين ديال القمح ولا كيشكل مشكل للاطفال في التغذيه ديالهم تعطيها الرز تعطيها حتى هاد البنيه هادي ممكن تعطيها شويه قطاني ما كاينش مشكل واخا غادي يديروا لها انزعاجات وبعد شويه الغازات ولا بلاش فهاد البنيه تقدر تعيش على الفواكه والخضر ومازال كترضع وما كاين حتى مشكل تدير لها عصير التمر هذاك التمر كدلكو في المسخون وغير شويه ما ديرش نسيطرو يعني دير واحد نص كاس ديال الماء ودير فيه ولا دير كاس كاع ديال المدافي نقي يكون ماء معدني
وتسخنوا الدفيه شويه ودير فيه داك التمر، بغات تطحنوا كاع في الروبو طحنوا وتصفيه في الباسوار، وهذاك الماء تشربوا لهاد البنت تشربوا ليها بالملعقه ماشي بالبيبرون. تشربوا لها بالملعقه، لان الطفل كيكون عنده واحد السلوك مع البيبرون ملي ما كيلقاش فيها الحليب كيرفضها. نعم. الا لقى حاجه قاصحه بحال الصوبه ولا لقى حاجه جاريه بحال ما يرفضها. لانه ودا على لافيسكوزيتي الحليب والمذاق الحليب في الرضاعه، لان الرضاعه ولات عنده بحال ديك التجربه ديال بافلوف، يعني ولا عنده واحد يعني ريفلكس كونديسيونيل، يعني خاص هذا الرضاعه يكون فيها الحليب، الا كان فيها حاجه اخرى كيرفضها. راه كيلاحظوا العيالات ان ملي كدير فيه الماء في الرضاعه ما كيشربش، خاصها تشربوا الماء بالملعقه، وخاص الرضيع يشرب الماء ولو عنده شهر، خاصها دير ليه الملعقه صغيره وتقطر ليه الماء في فمه. علاش؟ لان النساء ما كينتابهوش. لكن تيقول لك الماء كاين في الحليب ديال الام كيطول. لا نعم كاين، ولكن خاصو الماء، خاصو كميه زائده. علاش؟ لان الماء كيطول الطفل، كيجي طويل، كيجي عنده 2 متر الا شرب الماء في الصغر ديالو. طيب ناخذ فاطمه من جديده. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. الله يجازيكم على هذا البرنامج، وكنشكرك وكنشكر الدكتور بزاف على المعلومات والنصائح. مرحبا. العفو. لا مرحبا. الاسئله ديالي، والاب ديالي كيعاني من مرض القلب والشرايين. هاد الايام اللي سمعنا الدكتور تبعنا لي هذا النظام انه حيد اللحوم، ولكن الا مشينا طيبنا اللحم مع الخضره، واش ممكن انه ياكل يتناول ديك الخضره؟ لا غير ممكن ياكل الخضره الدواز بزيت الزيتون طايبه بوحديتها في الطاجين بلا لحم. وعلاش ما ديروش ليه الطاجين ديال السمك؟ وعلاش ما تصوبوش ليه الشوربه ديال السمك؟ هاد السيد هذا، هاد الاب ديالكم اللي كان عزيز عليكم، صايبوا ليه الشوربه ديال السمك، طحنوا الحوت مع زيت الزيتون مع الثومه مع التوابل، وصايبوا ليه الشوربه ديال السمك يشربها. شوربه السمك جيده. علاش؟ لان السمك ملي كيكون شوربه كيتهضم بسرعه، لان المعده لي شوز اون سوليسيون، ملي كيكونوا لي شوز هذه كلهم ليكويد، اول ليكويد سوليوشنز ار ايزي تو ديجست. ففي المعده الداخل ملي كيكون الشيء سائل البيبسين دغيا كتخلط، لان تولي رياكتور، تولي ميليو رياكسيونيل داخل. يعني ملي كتكون الحاجه صلبه خاصها تعصر وتفتت وتذوب عاد تتهضم. هذا السيد هذا ممنوع عليه اللحوم، ممنوع عليه اللحوم طيبين مع الخضار وجميع اللحوم. الله يجازيك بخير. يعني الدجاج وبيبي والغلمي والبقري والمعزي والسمان والحجل والوزك وجميع اللحوم، ولكن ياكل السمك والبيض البلدي ما عندوش مشكل. البيض البلدي والسمك ممكن ياكلوا، والسمك ياكلوا طيب طاجين، وياكلوا في الكسكس. نزيد ناكد رانا ما غلطش، الكسكس كاين الطروفه ديال الحوت الكبير بحال السنور، ذوك الطروفه الكبار ديال الحوت يفوروا عليهم الناس كسكسو، لكن مع الاسف العيالات ما كيديروش هاد القضيه هادي، وما عندوش مشكل. يعني راه السيده هذه عنده امراض القلب والشرايين، ما عرفناش من نوع عنده، ولكن اكيد الى حيد اللحوم راه غادي تحس الحاله ديالو، غادي يلاحظ هو راه غادي يحس. مستمعه قالت لك انا حامله في 5 شهور، وقالت لي الطبيبه ما تصوميش وانا كنصوم واخا شويه الحال صعيب عليا، اش من نظام تبع؟ النظام العادي، ما تاكلش مواد صناعيه وتاكل في دارها، طبخ المنزل، وتاكل اشياء جيده قويه. يعني اشياء قويه، شنو الاشياء القويه؟ هي طبخ المنزل بزيت الزيتون، تاكل الفواكه والخضر، وتاكل سمك، وتاكل قطاني، وتاكل يعني ما اللوز والقرقاع الا ما عندكش الحساسيه، تاكل فواكه جافه، وتشرب الماء بكثره ان شاء الله في الليل، وتصوم. لقيت لي الطبيبه صوميش، يعني الطبيبه ما عندها حتى علاقه برمضان، الطب ما عندوش علاقه برمضان. الله يجازيك بخير، غادي تصوم هذه السيده وغادي تولد ان شاء الله بسلام، والطفل غادي يجي طفل اللي ان شاء الله صالح. وديما تنقولوا من طبيعه الحال ان كيف ما كتقول انت، يعني رمضان ما كيختارش ولكن الا هي حساس براسها عندها رخصة. هي هذه السيده شنو كنصنفوها؟ كنصنفوها متطوعه لله، فمن تطوع خيرا فهو خير له. نعم. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. دابا هذه من اللي تطوعت لله. نعم. اكيد ان الله غادي يبارك. نعم. لها سبحانه وتعالى في صحتها. نعم. غادي نكشفوا بهذا القدر، وغدا ان شاء الله نتلاقاوك دكتور والباحث في علم التغذيه دكتور محمد فايد في حلقه اخرى ان شاء الله من برنامج ما لذ.